طلاب الصف الأول ثانوي، أهلا بكم في يونت 2. النهاردة هنتكلم في يونت 2، هناخد النهاردة إن شاء الله ليسون 1، وهنتكلم في كل حاجة في ليسون 1. ليسون 1 بيتكلم على حاجة اسمها الموشن أند فيلوسيتي. هنتكلم في الموشن أند فيلوسيتي. ده كده هيكون موضوع عن موضوع درسنا النهاردة إن شاء الله في الفيديو ده. فانا هسيب لك في لو انت ما اتفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت، هتسيب لك اللينكات بتاعتها تحت في الديسكربشن، ارجع اتفرج عليها تاني وشوفها، ولو في حاجه مش فاهمها ابعت لي في الكومنتس وانا هقول لك عليها ان شاء الله واجاوبك عليها. وما تنساش تعملنا في اللايك والشير والسبسكرايب. ويلا نبدا بينا الدرس بتاعنا ان شاء الله اللي هو عن الموشن. في البدايه هنتعرف يعني ايه موشن. ايه موشن اللي احنا شايفينه بيتحرك ده؟ عربيه بتتحرك. بتتحرك يعني معنى كده ان العربيه دي ليها بوزيشن. في ايه اللي بيحصل للبوزيشن بتاعتها؟ هنلاقي ان البوزيشن بتاعها بتغير as the time pass according to another object اللي هو زي التري اللي احنا شايفينه ده. في الحاله دي احنا بنقول كده ان البوزيشن بتاع الكار بتغير as the time pass، يعني بمرور الوقت المكان بتاع العربيه بتغير. فده كده بنسميها ايه؟ بنسميها موشن. فلما نيجي نتعرف what's meant by motion، يعني ايه motion، هنقول it is the change of an object position. البوزيشن ده اللي هو اللوكيشن بتاع العربية. a change of an object position او اللوكيشن as the time passes according to the position of another object، ده بالنسبة لبوزيشن او مكان object تاني. ده كده بنسميها مين؟ بنسميها الموشن. يبقى نقول motion what's meant by motion. هنقول it is the change of an object position as the time pass، يعني بتغير مكان العربية دي او الاوبجكت ده بمرور الزمن according to the position of another object، بالنسبة لبوزيشن تاني او بالنسبة لاوبجكت تاني. الاوبجكت تاني زي trees ده، احنا هنا في الحالة دي بنسمي الاوبجكت ده بنسميه reference point اللي هي نقطة الرجوع بتاع مين؟ بتاع الاوبجكت ده. فبنقول الموشن هنقول the change of an object position as the time pass according to the position of another object. ده كده الديفينيشن بتاع مين يا شباب؟ ده الديفينيشن بتاع الموشن. يبقى احنا تعرفنا على الموشن. نيجي بعد كده هناخد عندنا حاجه اسمها types of motion. types of motion هنلاقي في عندنا حاجتين، في حاجه اسمها transitional motion وحاجه اسمها periodic motion. ايه الديفرنس بين transitional motion والperiodic motion؟ الترانزيشنال موشن ده يعني لو انا عندي اوبجكت موجود عند بوينت A ويتحرك ويوصل لبوينت B، ايه اللي حصل هنا؟ البوينت A ده بنسميها الستارتنج، ده كده الستارتنج بوينت، والبوينت B ده بنسميها الاندنج بوينت. فاحنا بنقول ان الاوبجكت هنا اتحرك from starting point to ending point، يعني له نقطة بداية وله نقطة نهاية، يعني انتقل من نقطة البداية لنقطة النهاية. فدي كده هنسميها transitional motion. transitional motion يبقى الموشن which has a starting point and ending point. تاني بنقول transitional motion اللي هي motion، يقول تاني يبقى transitional motion اللي هي motion which has a starting point and ending point. ال starting point دي زي اللي هي ال starting point اللي هي ال A وال ending point اللي هي ال B. فده كده بنقول عليها transitional motion، يعني motion اللي لها starting point وال ending point. هنيجي على transitional motion ممكن تكون زي الولد ده ما هو بيعمل ده كده، بنسميها بنقول عليها اللي هي motion in straight line. يبقى motion ده ممكن تكون straight، اوكي ممكن تكوني straight line، يعني motion in one direction بنقول عليها motion in one direction او بنقول عليها straight line. ده كده تعتبر عندنا transitional motion. ليه transitional motion؟ اللي هو له starting point وله ending point، لان الاوبجكت اتحرك from starting point to ending point. عندنا example تاني، عندنا حاجه اسمها projectile. حاجه اسمها بنسميها ايه؟ بنسميها projectile. ايه البروجيكتل ده؟ اللي احنا بنقول عليها حركة المقذوفات. يعني احنا عندنا جسم موجود هنا هيتحرك في curved line اللي هو بنعمله قصف project، زي حركة اللي هي الارمي تانك اللي هي الدبابة او المدفع. ده كده بنعتبر عندنا حاجة اسمها projectile. projectile ده ليه؟ لانها لها starting point ولها ending point. يبقى it's move from starting point to ending point. يبقى ده تعتبر عندنا transitional motion.
يبقى transitional motion دي اللي هي motion which has a starting point and ending point. motion which has starting point and ending point. الموشن الترانزيشن موشن قلنا اللي هي موشن in one direction. one direction طبعا ذا train motion زي الموشن of the car البايسكل اللي احنا شايفينه ده كل ده بتعتبر عندنا transitional motion. وعندنا البروجكتد موشن اللي هي حركة المقذوفات اللي هي بتتحرك from starting point زي ما احنا شايفين في لعبة الانجري بيرد ده كده الاندنج بوينت بتاعتها وهي بدأ from ايه from starting point ده كده starting point راحة لاندنج بوينت يعني بتتحرك في curved path فده كده بنسميها transitional motion. transitional motion ليه؟ لأنها has a starting point and ending a point. starting point and ending point. نيجي number 2 اللي هو عندنا ال periodic motion. ايه ال periodic motion؟ يعني ده الموشن اللي هي بتعيد نفسها على فترات زمنية متساوية. زي مثلا ما نيجي عندنا مثلا ده كده عندنا الصن. هنلاقي اللي بيلف حوالين الصن مين؟ البلانت ده وليكن مثلا الايرث. الايرث ده بيعمل one revolution around the sun بيعمل لفة حوالين الصن كل كام؟ كل 365 and quarter a day. فهو بيعمل لفة كاملة حوالين الصن كل 365 quarter days اللي هي بنسميها 1 year. طيب هل الايرث بتعمل الروتيشن ده او اللفة ده على فترات زمنية متساوية؟ يبقى ده في الحالة دي بنسميها periodic motion. عندنا مثلا وليكن زي النيوكليس. النيوكليس ده بيلف حواليها مين؟ الالكترونز. فالالكترونز هنا بيعمل 1 revolution around the one revolution around the nucleus بيعمل لفة كاملة على فترات زمنية متساوية. زي عندنا البندلم ده كده البندلم بنلاقي ان البندلم بيتحرك in both sides بيطلع from starting point اللي هي الاوريجينال بوينت ده اللي هي A هيروح ل B وبعد كده هيتحرك من B to A وبعد كده هيطلع من A to C ده كده اللي هي الجنب التاني وبعد كده هيرجع تاني. فهو البندلم عمال يعيد نفسه على فترات زمنية متساوية. لما بيعيد نفسه على فترات زمنية متساوية دي كده بنسميها periodic motion. periodic motion لانه regularly repeated in equal period of time. فده بنقول motion that repeat itself in equal period of time. يبقى periodic motion بنقول motion. يبقى بنقول تاني يبقى periodic motion اللي هي motion which is regularly repeated in equal period of a time. motion which is regularly repeated in equal period of time. example عندنا زي اللي احنا عملنا ده البندلم. بنقول البندلم ده يعتبر عندنا periodic motion وده بنسميها vibrational motion. vibrational motion ده كده بنقول عليها vibrational motion. عندنا كمان اللي هي الwave motion ده كده بتعتبر wave فبنقول عليها wave motion. والويف موشن ده بتعتبر عندنا مين؟ بتعتبر عندنا periodic motion. periodic motion ليه هي periodic motion؟ لانها regularly repeated in equal period of time. regularly repeated in equal period of a time. احنا كده عملنا comparison between transitional motion و periodic motion. نيجي بعد كده بقى هنتكلم بقى على الدرس بتاعنا هيكون عن الموشن in one direction يعني الموشن في straight line. ايه الحاجات اللي هي بتأثر على الموشن؟ عشان نوصف الموشن محتاجين distance ومحتاجين time. محتاجين distance ومحتاجين time. يعني for example العربية دي covers a distance بتاخد ال distance في وقت قد ايه؟ يبقى من خلال ال distance وال time هنطلع بحاجة اسمها ال speed. وال speed ده اللي بنقدر من خلالها بنوصف بها مين؟ بنوصف بها الموشن. يبقى احنا عشان نعرف الموشن محتاجين ال distance ومحتاجين التايم. فبنقول ان الديستانس والتايم used to describe the motion او used to describe the speed. طيب تعال نتعرف على السبيد. ايه السبيد؟ طبعا عدى علينا الديفينيشن ده. بنقول اللي هو the distance covered moved by a body through a unit time. distance moved by the body in a unit time. ده كده الديفينيشن بتاع مين؟ السبيد. يبقى لو انا عنده object for example object موجود عند point A هيتحرك from point A to point B يبقى الاوبجكت ده covered a distance. خد ال distance دي في وقت قد ايه؟ that distance. خد ال distance ده في time T. يبقى من هنا كده بنقول ان ال speed ده هتبقى ايه؟ هتبقى distance covered by the object in a unit time. distance covered by the object in a unit time اللي هي distance over a time. distance over a time.
ده كده بنسميها السبيد. السبيد يبقى لما نيجي نقول سبيد هنقول ذا ديستانس موفد باي ا بودي ثرو ا يونت تايم. وكان في ديفينيشن بنقوله زمان اللي هو ات ذا ريت اوف ا تشينج اوف ديستانس. ات ذا ريت اوف ا تشينج اوف ديستانس. بنقول ذا ريت اوف ا تشينج اوف ديستانس ده كده بمعنى ايه؟ ده معناه السبيد. يبقى احنا عندنا السبيد اللي هي distance moved أو distance covered by the body through a unit time، أو ممكن نقول it is the rate of a change of distance. عندنا ال speed equal distance over time. ال speed equal distance over time. ممكن نعملها كاس magic triangle. هنحط هنا ال v، هنا ال d، هنا ال time. ده كده لو احنا عايزين ال v يبقى distance over time، لو عايزين ال d يبقى v times time، لو عايزين ال t اللي هو time يبقى distance over v. طيب عندنا ال unit of speed، طبعا ال unit of speed ال speed هنا ال unit بتاعتها بالمتر، وال time per second. يبقى في الحالة دي ال speed هيبقى meter per second. meter per second ممكن يبقى ال distance بالكيلو متر. يبقى في الحالة دي هناخد ال time per hour، وهيبقى كده ال speed اللي هي كيلومتر per hour. كيلومتر per hour. يبقى لو ال distance بالمتر يبقى التايم هيبقى بالسكند، ويبقى السبيد متر بير سكند. لو خدنا الديستانس بالكيلومتر يبقى احنا هناخد التايم بالاور، يبقى السبيد كيلومتر بير اور. وهنتعلم دلوقتي ازاي نقدر نحول من الكيلومتر للمتر والعكس، او الاور للمينت والسكند وهكذا، ومن المتر بير سكند تو كيلومتر بير اور هنتعلمهم دلوقتي. ده كده اليونت اللي هي متر بير سكند والكيلومتر بير اور. تعالوا نعمل كومبارزون كده، مقارنة بين السبيد والفيلوسيتي. خدنا في chapter 2 في unit 1 خدنا حاجة اسمها سكيلر وحاجة اسمها فيكتور، وعرفنا ان السكيلر ده اللي هو has magnitude only، انما الفيكتور اللي هو has magnitude and direction. من هنا كده هنعمل speed vector A versus velocity. ايه الفرق بين السبيد والفيلوسيتي؟ الفرق بسيط جدا، ان السبيد هنا اللي هي الdistance moved through a unit time. هنا عشان نوصف السبيد محتاجين distance، فبنقول انها distance moved through a unit time، او بنقول it is the rate of a change of distance. it is فبنقول it is the rate of a change of a distance. it is the rate of a change of distance. طيب عندنا حاجة مهمة، اليونت ايه؟ اليونت بتاع السبيد. السبيد ده اليونت بتاعتها متر بير سكند، او ممكن نقول كيلومتر بير اور. ده اليونت بتاع مين؟ بتاع السبيد. طيب عندنا السبيد ده بنقول عليها سكيلر كوانتيتي. سكيلر كوانتيتي، وده بيقول لي give reason او why it's scalar quantity. بنقول because it has magnitude only. because it has magnitude only. وبنقول ان السبيد بتبقى equal distance over a time. distance over time. ده كده اللي هو مين؟ عندنا السبيد. احنا كده تعرفنا على السبيد. يبقى السبيد what speed؟ هنقول the rate of a change of distance. the rate of a change of distance اليونت بتاعتها متر بير سكند او كيلومتر بير اور. السبيد ده سكيلر كوانتيتي، والسبيد ايكوال ديستانس اوفر تايم. تعالوا ناخد بعد كده نتعرف على الفيلوسيتي. الفيلوسيتي هنغير كلمه واحده بس، هنا بنقول الديستانس، هنا نقول and it is the rate of a change of a displacement. it is the rate of a change of displacement. يبقى الفرق بين ال velocity وال speed ان ال speed that is the rate of a change of distance، انما ال velocity is the rate of a change of displacement. طبعا ال speed ال velocity اللي هنا بتاعتها برضو meter per second or kilometer per hour، نفس اليونت بالظبط، ما فيش فرق. الفرق كمان بين ال speed وال velocity ان ال speed ده scalar quantity، انما ال velocity دي بنقول عليها vector quantity. وهنا بيقول لي why it's vector quantity. اقول له because it has magnitude and direction. because it has magnitude and direction. يبقى ال velocity is vector quantity because it has magnitude and direction. الرول بقى هيبقى ال velocity equal a displacement over a time. displacement over a time. يبقى بنقول ال velocity equal displacement over time. displacement over a time. يبقى احنا كده عملنا comparison between ال speed و ال velocity.
السبيد اند فيلوسيتي. فالموضوع بسيط قوي، ان السبيد ده اللي هي ذا ريت اوف تشينج اوف ديستانس، الفيلوسيتي ذا ريت اوف تشينج اوف ديسبيسمنت، السبيد متر بير سكند اور كيلومتر بير اور. ده كده بنقول عليهم اليونتس بتوع الاثنين. ده هنا التايبس اوف كوانتيتي، التايبس اوف كوانتيتي السبيد ده سكيلر بيكوز ات هاز ماجنيتيود اونلي، الفيكتور الفيلوسيتي ده فيكتور بيكوز ات هاز ماجنيتيود اند direction. بعد كده عندنا الرول اللي speed distance over time، انما velocity displacement over time. يبقى احنا كده عملنا comparison كبيرة جميلة جدا بين the distance وال displacement. نقول تاني، يبقى ال speed ده it is the rate of a change of distance، ال velocity it is the rate of a change of displacement، ال units ال speed meter per second or kilometer per hour، ال velocity meter per second or kilometer per hour. ال speed ده scalar quantity لأنه has magnitude only، ال velocity vector quantity because it has magnitude and direction، ال speed ده distance over time، إنما ال velocity displacement over time. Displacement over time. ده كده comparison between ال speed and velocity. Speed and velocity. قبل ما نخش على types of speed، تعالوا نتعلم حاجة مهمة جدا، ازاي اقدر احول من كيلو متر احوله لمتر or لسنتيمتر. قلنا من كيلو متر يعني من كبير لصغير. بعمل ايه من كبير لصغير؟ من كبير لصغير يعني بحول من كيلو متر لمتر، فبعمل times 10 power 3 times 10 power 3. انما من متر لسنتيمتر بعمل times 10 power 2. ده كده من كبير لصغير. لو عكستها من السنتيمتر للمتر بعمل times 10 power negative 2 زي ما تعودنا في اول درس خالص في الليسن. لو انت متفرجتش عليه هتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن، ارجع له تاني. وهنا من متر لكيلومتر بعمل times 10 power negative 3. ده كده الconversion بتاع مين؟ بتاع الdistance اللي هو من متر لكيلومتر لسنتيمتر. نيجي بعد كده للconversion بتاع مين؟ بتاع time. عندنا unit of time، عندنا ال hour هحول ل minute ومن minute ل second. من hour ل minute بعمل times 60 ومن minute ل second بعمل times 60. طيب ومن second ل minute بعمل divided 60 ومن minute ل hour بعمل divided 60. لو انا عايزها على طول من ال hour لل second، عايزها من ال hour لل second direct كده، هعمل ايه؟ هعمل times وان فاتح براكت وقول 60 times كام؟ times 60. طب لو انا عايز العكس من السكند لل hour، هقوم عامل divide وان فاتح براكت وقول 60 times ايه؟ 60. ده الconversions بتاع مين؟ ده الconversions بتاع مين؟ بتاع time. ده number 2. نيجي على number 3 اللي هو الconversions بتاع ال speed. احول السبيد. قلنا السبيد بقيسه يا اما بالكيلومتر بير اور يا اما بالمتر بير سكند. طيب احول من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند ازاي؟ قلنا من كيلومتر لمتر بنعملها كده، من كيلو متر لمتر قلنا بنعملها تايمز 10 باور 3. طيب وهنا كده ديفايدد الاور هحوله لسكند، فقلنا بنعملها ايه؟ بنعملها تايمز 60 تايمز 60، فهتطلع عندنا كده 1000 over 60 times 60. لو خلصنا ده بالكالكوليتر هنجي 0 و 0 و 0 و 0 ونقول على 2 فيها 5 على 2 فيها 3، هيبقى فوق عندنا في النيميريتور 5 وتحت في الدمينيتور 3 times 6، تطلع كام؟ تطلع 18. يبقى انا عشان احول من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند بعمل times 10 times 5 over 18. طب لو انا عكستها من متر بير سكند لكيلومتر بير اور هعمل ديفايدد، هعملها تايمز برضو بس هشقلب ده، يبقى 18 اوفر 5. 18 اوفر 5. يبقى ده الكونفرجنس بتاع الديستانس، كونفرجنس بتاع التايم، الكونفرجنس بتاع مين؟ بتاع السبيد. يبقى من الديستانس هحول من كيلومتر لمتر بعمل تايمز 10 باور 3، من متر لكيلومتر بعمل تايمز 10 باور نيجاتيف 3. طيب التايم قلنا طبعا التايم from hour to minute يبقى 60 لسكند، يبقى 60 يبقى من hour لسكند يبقى 60 times a 60، والعكس بعمل divide. من كيلومتر بير اور لمتر بير سكند بعمل 5 over 18. متر بير سكند لكيلومتر بير اور يبقى 18 over
5 ده ال conversions بتاع distance وال conversions بتاع time وال conversions بتاع مين؟ بتاع ال speed. يبقى احنا كده تعرفنا ازاي نقدر نعمل conversions. نيجي بعد كده على حاجة مهمة جدا الا وهي types of speed. عندنا 2 types of speed. اول حاجة عندنا بنسميها ال uniform speed ونمبر 2 non uniform speed. زي ما خدناهم السنة اللي فاتت بالظبط typically هيبقى نفس الكلام. فهنيجي على uniform speed هنقول ان body covers equal distance through equal period of time. body covers equal distance through equal period of time. تعالوا نعمل experiment عشان نثبت بيها مين ال uniform speed. لو احنا جينا في ال uniform speed قلنا عندنا مثلا وليكن object add ال object هيمشي distance وليكن طبعا هو بدأ من 0 للtime بتاعه كان 0 فبعد كده covers 10 متر وبقى خدهم في 1 second بعد كده 20 متر في 2 second بعد كده 30 متر ل 3 second بعد كده 40 متر ل 4 second بعد كده 50 متر ل 5 second and so on. في الحالة دي لو حبينا نجيب السبيد هيبقى طبعا احنا عندنا السبيد ال v equal distance over time. لو جينا في المرحلة الأولى هو covers 10 متر في 1 second يبقى equal 10 over 1 هتطلع 10 متر per second. التانية برضو هيبقى 20 over 2 هتطلع 10 30 over 3 هتطلع 10 40 over 4 هتطلع 10 50 over 4 over 5 برضو هتطلع 50. يبقى هنا الاوبجكت بتحرك بايه؟ هنا بنقول عليها constant speed. constant speed يعني ايه constant speed؟ يعني uniform speed. uniform speed يعني السبيد هو هنا الاوبجكت covers equal distance through equal period of time. covers equal distance through equal period of a time. يبقى هنا بنسميها uniform speed. uniform speed. طيب لو حبينا نرسمها graph نرسمها ال graph بتاعها او ال gradient بتاعها عندنا طبعا هيبقى عندنا two axes ال x axis وال y axis وده هيمثل لي ال time وهيبقى ال unit بتاعه per second وده هيمثل لي ال distance وال unit بتاعه هيبقى بالمتر. طبعا ال time هنلاقي ان هو بدأ من 0 هيبقى عندنا 1 2 3 4 5 and so on. وهنا برضو هيبقى 10 20 30 40 50 and so on. هنلاحظ ان الاوبجكت بيتحرك ازاي؟ بيتحرك في straight line كده. ده كده بنسميها straight line. يبقى ال straight line هنا كده الاوبجكت بيتحرك ايه؟ بيتحرك uniform speed. uniform speed. طب لو احنا حبينا نجيب السلوب بتاع ال straight line ده هنحط ال 2 points كده وهنعمل زي ما بنعمل كده وبنرسم بننزل كده وبننزل كده وبنروح كده زي ما احنا بنعمل في الماث. عايزين نطلع مين؟ نطلع السلوب. السلوب بنطلعه ازاي؟ طبعا الفرق ده على الفرق ده فهيبقى عندنا الفرق اللي هو فوق هيبقى دلتا دي اوفر دلتا تي. طيب ودلتا دي اوفر دلتا تي ده بيمثل لي ال في السبيد بتاعتنا وفي الحاله دي كده بنسميها يونيفورم سبيد. يونيفورم speed uniformly speed. يبقى ال uniform speed عندنا ان ال object covers equal distance at equal period of time. body covers equal distance at equal period of time وبنمثلها ب straight line passing by the original point. straight line passing by the original point. ده بالنسبة لل uniform speed. نيجي بعد كده عندنا non uniform speed. ايه non uniform speed؟ ال non uniform speed ان ال body covers on equal distance through equal period of time. يبقى الفرق بين ال uniform وال non uniform ان ال uniform ال body covers equal distance through equal period of time بيمشي مسافات متساوية في أزمنة متساوية. انما ال non uniform speed ان ال body covers on equal distance through on equal period of time. تعالوا نشوف مثلا انا عنده object. الاوبجكت بدا من هنا كده طبعا خد ده كده الديستانس وهنا كده التايم فهو بدا من 0 ديستانس بالمتر والتايم بير سكند فكان التايم بتاعه 0. بعد فتره الديستانس بتاعته بقى 2 في تايم 1 بعد كده بقى 6 2 12 3 20 وهنا كان في تايم 4 وبعد كده عندنا 30 over 5.
طيب لو حبينا نجيب السبيد في اول مرحله يبقى السبيد في الحاله دي يبقى 2 over 1 هتطلع 2 متر بير سكند. بعد كده السبيد بقى 6 over 2 تطلع 3 متر بير سكند، هنا هتطلع 4 متر بير سكند، هنا هتطلع 5 متر بير سكند، هنا 3 over 5 تطلع 6 متر بير سكند. يبقى هنا السبيد از نوت كونستانت، بنقول ان السبيد از نوت كونستانت، يعني السبيد بتتغير، وطالما السبيد بتتغير يبقى هنسميها نون يونيفورم سبيد. نون ايه؟ يونيفورم سبيد. يبقى ايه هي النون يونيفورم سبيد؟ ان الاوبجكت كفرز ان ايكوال ديستانس ثرو ايكوال بيريد اوف تايم. تاني، ان البادي كفرز ان ايكوال ديستانس ثرو ان ايكوال بيريد اوف تايم. تعالوا نمثل الريليشن ده على الجراف. طبعا هنعمل برضو التو اكسس، هيبقى عندنا التايم بالسكند وعندنا الديستانس بالمتر. طبعا هيطلع عندنا ازاي شكله؟ هيطلع عندنا شكل ايه؟ كيرف كده. طيب طبعا لما يطلع شكل كيرف ده هنسميها نون يونيفورم سبيد. نون يونيفورم سبيد، يبقى ده كده بنقول عليه نون يونيفورم سبيد. طيب النون يونيفورم سبيد، اليونيفورم سبيد اتعلمنا ازاي نجيب السلوب بتاعه. طب النون يونيفورم سبيد عايزين نجيب السلوب بتاعه، هنجيب السلوب ازاي؟ قال لي في الحاله دي بعمل بوينت اللي هي الانستنت اللي هي المماس بتاعتنا، وبعمل ستريت لاين بيبقى مماس للبوينت دي، وبعد كده بعمل ايه؟ بجيب السلوب بتاع البوينت ده. وفي الحاله دي بقول ان السلوب هيبقى ايكوال الدلتا دي اوفر دلتا تي، وده ايكوال الفي. بس الفي هنا مش الفي بتاع الموشن كلها، ده الفي هنا بتاع الموشن بتاع السبيد في البوينت ده، وده هنتعرف عليها كمان شويه اللي هي اسمها انستنتينوس سبيد. انستنتينوس سبيد ده كده بنقول عليها instantaneous speed. instantaneous speed ايه الانستنتينوس سبيد؟ اللي هي السبيد ات انستنت سبيد، ده السبيد في لحظه معينه، السبيد في لحظه ايه؟ معينه، فبنسميها instantaneous speed. instantaneous speed تاني دي كده بنسميها instantaneous speed. instantaneous speed يعني السبيد ات اني انستنت، السبيد ات اني انستنت، ده كده بنقول عليها مين؟ بنقول عليها السبيد، بنقول عليها مين؟ السبيد. يبقى احنا كده تعرفنا على اليونيفورم سبيد والنون يونيفورم سبيد. عرفنا ان اليونيفورم سبيد ان البادي كفرز ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريد اوف تايم، والنون يونيفورم سبيد ان البادي كفرز ان ايكوال ديستانس ات ايكوال بيريد اوف تايم. وعرفنا ان السبيد اليونيفورم سبيد بنمثلها ب ستريت لاين، والنون يونيفورم سبيد بتبقى irregular not straight، بتبقى مش straight. يعني بيبقى عندنا كده، ده كده التايم وده كده الديستانس، لما بتطلع ستريت لاين كده دي بيبقى عندنا يونيفورم سبيد، ده كده بنسميها يونيفورم سبيد. طيب والنون يونيفورم سبيد بتبقى بالمنظر ده كده، ده كده الديستانس وده كده التايم وده كده بيبقى كيرف، فبنقول عليها نون يونيفورم سبيد، بتبقى نون يونيفورم سبيد. التالتة عندنا الرسمة تانية، هنا التايم وهنا الديستانس، بيبقى اللاين بارل تو ذا تايم اكسس، بيبقى موازي للتايم اكسس، وهنا بنقول الاوبجكت ات ريست. يبقى في الحالة دي ان الاوبجكت ات ريست يعني doesn't move، الاوبجكت مش بيتحرك، فالاوبجكت ات ريست، ات ريست معناها ان هو doesn't move، doesn't move. طيب تعالوا نشوف جراف تاني عندنا، الا وهو لو انا عندي ده كده ال v، طبعا اليونت بتاعتها متر بير سكند، وده كده التايم اللي هي سكند، فهيطلع بارل كده، ده معناها ان هو يونيفورم سبيد. يونيفورم سبيد. طب لو انا عايز الديستانس في الحاله دي هجيب الديستانس ازاي؟ قال لي الديستانس هنا اللي هي ال v اوفر t، ال v اوفر t، فبحدد بوينت كده وبوينت هنا وبنزل بالبوينت دي والبوينت دي، ده كده بيعتبر عندي اللي هو الدلتا تي، والدلتا تي في الحاله دي هيبقى عندي ريكتانجل اللي هو مستطيل، ده هيبقى اللينث بتاعه، وهيبقى عندي البوينت دي
والبوينت دي وده كده اللي هيبقى الدلتا في، والدلتا في ده في الحالة دي اللي هو هيبقى اللنث. طيب عشان اجيب الديستنس، الديستنس هنا هتبقى الديستنس هتبقى ايكوال الاريا دي، والاريا دي بما انها ريكتانجل فهيبقى اللنث تايمز ايه وث، ده هنقول عليه الوث، وده كده هيبقى اللنث، يبقى لنث تايمز ايه وث. ده لو احنا عايزين الديستنس بتاعتنا، لو احنا عايزين ايه الديستنس بتاعتنا. طيب لو الاوبجكت متحرك في الشكل ده كده يونيفورم، هنا تي وهنا في، فطلع ستريت لاين، تمام. احنا عايزين الديستنس اللي مشيها، نفس الفكره بالظبط، هنعمل بوينت وهنعمل بوينت وننزل البوينت دي والبوينت دي، فهيبقى عندنا الاريا دي كده، الاريا دي الديستنس بيكوال الاريا دي. طبعا لو احنا عايزين نجيب الاريا دي بيبقى لها طريقه، هنقسمها لاثنين، هيبقى بشكل كده، وبقى عندنا تريانجل، عندنا تريانجل اللي هو المثلث ده وعندنا المستطيل ده، هنجيب الاريا دي وبعد كده نجيب الاريا دي ونعملهم بلس. يبقى في الحاله دي احنا جبنا الديستنس كفرد باي ذا اوبجكت، ديستنس كفرد باي ذا اوبجكت. طيب لو طلع عندي الجريدين او الشكل البياني اللي هو الجرافيك ده كده ديستنس وده كده تايم، وطلع عندي الشكل بالمنظر ده كده، هنا ان الاوبجكت الديستنس ديكريسز از ذا تايم باس، فهنا الاوبجكت بيتحرك يونيفورم سبيد بس السبيد بتاعته ديكريسز، فده كده بنقول عليها يونيفورم سبيد، يونيفورم سبيد بس السبيد هنا ديكريسز، السبيد هنا بتقل، تمام. طب لو طلع عندي الجريدين اللي هو هنا تي وهنا دي، وطلع مش ستريت لاين، طلع ايه كيرف بالمنظر ده كده، ده هتبقى عندنا نون يونيفورم سبيد، نون يونيفورم سبيد. بس في الحالتين دول كده، الحالتين دول بنقول ان السبيد ديكريزز، السبيد ايه ديكريزز. يبقى احنا كده تعرفنا على اليونيفورم سبيد والنون يونيفورم سبيد، كده اليونيفورم سبيد والنون يونيفورم ايه سبيد. طبعا احنا هنحل بروبلمز عليهم كتير وهنتمرن عليهم ان شاء الله، فما تقلقوش ان شاء الله، اللي عنده اي حاجه واقف عليه او مش فاهمها يبعت لي في الكومنت ويقول لي وانا هرد عليه ان شاء الله باذن الله. بس ما تنسوش ترمونا باللايك والشير والسبسكرايب. نيجي على حاجه تانية مهمه اللي هي عندنا حاجه اسمها الانستانتينوس فيلوسيتي، ده اتكلمنا عليها السريع، وفي حاجه كمان هناخدها اللي هي الافريج فيلوسيتي هنقولها ان شاء الله. نبدا باول حاجه اللي هي الانستانتينوس سبيد، ده كده الانستانتينوس سبيد، وهناخد الحاجه الثانيه اللي هي بتاعتنا اللي هي مين الافريج سبيد. وهنعرف الفرق بين الاثنين، بين الافريج سبيد والفيلوسيتي والانستانتينوس سبيد. طبعا احنا اتكلمنا من شويه قلنا النون يونيفورم سبيد، وعرفنا النون يونيفورم سبيد ان البادي كفرز اون ايكوال ديستانس ات ايكوال بيرد اوف تايم، ومثلناها بالجراف، حطينا هنا التايم وهنا كده الديستنس، طبعا الديستنس بير متر والتايم بير سكند، وطلع عندي كيرف كده. طيب قلنا لو احنا عايزين نجيب السلوب بتاع الميل ده فبنحدد بوينت، وقلنا هنعمل لها انستنت، هنعمل مماس كده ونجيب الميل بتاع اللاين ده، وفي الحاله دي بنقول ان السلوب هيبقى ايكوال دلتا دي اوفر دلتا تي، وهنا بيمثل لي الفي، والفي ده كده سميناها انستانتينوس سبيد، انستانتينوس سبيد ده كده قلنا عليها انستانتينوس سبيد اللي هي دي، وقلنا اللي هي السبيد اوف اوبجكت ات ا جيفن ستاند. تاني بنقول عليها ذا، قلنا عليها ذا سبيد اوف ذا اوبجكت ات ا جيفن ستاند، سبيد اوف ذا اوبجكت ات ا جيفن ستاند يعني سرعه الجسم في لحظه معينه اللي هي اللحظه دي، ده كده بنسميها الانستانتينوس سبيد، يعني سرعه لحظيه، يعني سرعه الجسم في اللحظه دي، ده كده انستانتينوس سبيد، انستانتينوس سبيد. نيجي على الافريج سبيد، الافريج سبيد ده حاجه مش جديده علينا، عدت علينا قبل كده. الافريج سبيد طبعا عارفين ان الافريج سبيد اللي هي الفي داش بتبقى ايكوال التوتال ديستانس اوفر توتال تايم، بنقول تاني التوتال ديستانس اوفر التوتال تايم. طبعا لو احنا عايزين نعملها جراف بنعمل ادي الجراف، ادي التي بيبقى بير سكند، وادي عندنا الديستنس بير متر، طبعا بيطلع عندنا مين، بيطلع عندنا كيرف كده. طيب انا هنا في الحاله دي ده نون يونيفورم سبيد، نون يونيفورم
سبيد. حلو، في النون يونيفورم سبيد انا عايز اجيب الافريج سبيد، طبعا بجيب الستارتنج بوينت وبجيب الاندنج بوينت وبعمل بينهم كده وبجيب الميل بتاع اللاين ده، وفي الحاله دي بسميها افريج سبيد اللي هي ذا توتال ديستانس كفرد باي ذا اوبجكت ثرو ا يونت تايم. ده كده بنزل بيه بحدد التو بوينتس، هنا كده هتبقى الدلتا دي وده كده الدلتا تي، وبقول ان الفي افريج اللي هو دلتا دي اوفر دلتا تي، وده كده بيمثل لي التوتال ديستانس وده كده التوتال تايم. يبقى انا كده جبنا مين؟ جبنا الافريج سبيد اللي هي التوتال ديستانس اوفر توتال تايم، توتال ديستانس اوفر توتال تايم. يبقى احنا كده تعرفنا على الموشن اللي هي اللينير موشن اللي هي موشن ان ستريت لاين، عرفنا التايبس اوف موشن، عرفنا البريودك موشن والترانزيشنال موشن، اتعرفنا على السبيد وعملنا كومبارزون بين سبيد اند فيلوسيتي، وعرفنا التايبس اوف سبيد اللي هو اليونيفورم والنون يونيفورم، وتعرفنا على ازاي نحسب اليونيفورم السلوب بتاعها بنطلعه من الجريدينت ازاي اللي هو الشكل البياني، وعرفنا النون يونيفورم سبيد، وبعد كده طلعنا عملنا الانستنتينوس سبيد والافريج سبيد، عملنا كومبارزون بينهم، ويبقى كده عملنا كفرنج وغطينا شرحنا الدرس كله. كده الدرس الحمد لله خلص. لو انت عندك حاجه مش فاهمها او مش فهمتهاش اكتبها لي في الكومنتات وارد عليك ان شاء الله، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، ولو متفرجتش على الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي اللينكات بتاعتها موجودة في الديسكريبشن تحت، واشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.